ده غير اي فيديو ممكن اكون عملته على القناة. الفيديو ده النهاردة هقولك كل انواع وادوات اللي تقدري تستخدميها في تفصيل فساتين السواري، وكمان فساتين القباط، وكمان الجلاليب، وكمان انواع الكلف اللي انا دايما بكلمك عنها في كل فيديو بعملك فيها تصميم. الكلف يا جماعة انواع واشكال، ده غير كده كمان هوريكي انواع الاستك اللي انت تقدري تعملي بيه فستان كامل بصورة سهلة وبسيطة اوي. اهم حاجة تابع الفيديو ده لحد الاخر، واهم من كل ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللايك والتعليق والاشتراك، وما تنسيش الصلاة على سيدنا النبي، من صلى عليه مرة صليت عليه 10، ومن صلى عليه 10 صليت عليه 100، ومن صلى عليه 100 صليت عليه 1000، ومن صلى عليه 1000 حر مجسده على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا اقولك ادوات السواري ايه بالظبط، يلا بينا. رجعنا تاني يا جماعه بالادوات اللي هنستخدمها للسواري، وهبدا معاكي باول حاجه بنستخدمها للسواري وهي الكلفه. تمام كده، دي الكلفه يا جماعه. انت طبعا عشان هتعملي فستان واحد او فستانين هتبداي ان انت تشتريها بالمتر. بص زي ما انتم شايفين كده بتبقى بكره عند الراجل بتشتريها، ويا ريت تشتريها من حته فيها تكون جمله، ما تحاوليش انت تشتريها من حد مش جمله لان هيبيع حالك غالي قوي. تمام، هي كلها على بعض يعني بتجيلها حوالي يعني مش عارفه 14 متر بالظبط كده. طبعا كانت كتيره قوي بس انا استخدمت منها كتير. بصوا اهي دي نوعيتها، ده شكل. تمام، ده نوع من الكلفة، ده عريضه، دي الكلفة العريضه اللي انا دايما برسمها يا جماعه على الورق. طيب وعندنا كمان الكلفة الرفيعه، وبرضك دي انا برسمها، ودي بقى ممكن نستخدمها مع المرد. يعني احنا بعد ما نعمل المرد بتاعنا وخلاص خلصناه وشطبناه، نبدا ان احنا نحط على المرد بتاعنا بالشكل ده. شايفه ازاي اهي، دي برضك بالبكره او بالمتر زي ما تحبي خالص، دي الرفيعه منها. تمام، وطبعا الاشكال في اشكال كتير جدا يعني اشكال ما تتعدش. ده بقى استك، ده الاستك اللي انت بتستخدميه لأي حاجة عايزة تعمليها كشكشة، أو تستخدميه للبلوزات اللي بيبقى فيها، طبعا هوريكي صور اللي بيبقى فيها من ناحية الصدر كشكشة بنفس الأستك ده. بتبدأي تجيبي الوسع بتاعك وتبدأي تشدي الأستك ده كده، وتبدأي تشدي 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 تشدي، وبعد ما تشدي ايه هتكرمشلك القماش على حسب ما انتي عايزة. تمام، ده بالنسبة يا جماعة للأستك. طيب دلوقتي بقى هنبدأ في أدوات السواري فعلا. لحظة واحدة، بصوا بقى يا جماعه دلوقتي السواريه طبعا عشان نستخدمه لازم يبقى فيه شغل، بيبقى فيه نوعين. نوع ممكن تعتمدي على الكلفه دي تحطيها في كل حته زي دوران الوسط، وكمان زي الزيق بتاع حرده الرقبه، وكمان تقدري تحطيها في الاكمام وفي الجيبه، وممكن ترسمي بيها رسومات تانية اللي هي الكلفه وكده. ده هيبقى شغل مش يدوي. طب احنا عايزين يا مريم الشغل اليدوي، بنبدا نشتري الخرز ده. الخرز ده رخيص جدا، الكيس بتاعه بالظبط بخمسين جنيه هتلاقيه جملة، بيكفي معاكي حبة كتر يعني، بتقدري تعملي منهم كذا فستان كذا بلوزة كده. تمام، طبعا هو كيس مفتوح وفي منه مقاسات على فكرة يا جماعة، مش ده بس المقاس، في منه مقاس اكبر شوية وفي اكبر منه، في اكبر على حسب المقاسات اللي انت هتشتغلي بيها في التصميم بتاعك. ده اول حاجة بتبقى موجودة مع اي حد بيشتغل سواري. تمام، طيب تاني حاجة يا مريم ايه هي؟ اللي هي دي. بصوا بقى انا طبعا هنا كيس افلاه، بصوا اهو، بصوا يا جماعه ده نوع من انواع الترتر. الترتر ده بلاستيك تمام، بس في منه هنا طبعا نحطهم في علب زي ما انت شايفه. بصوا يا جماعه استني اهو، اهو ده الترتر ده يا جماعه بيبدا ان احنا نرسم بيه اشكال، ودايما مستخدم الترتر ده في الجلاليب البيتي. لحظه واحده، الجلاليب البيتي اللي هتلاقي فيها انواع الترتر دي. تمام، وكمان هتلاقيها بردك في الفساتين، وهتلاقيها في الاطراف بتاعت الطرح، وممكن كمان تلاقيها في اطراف الجيب. بصوا الترتر عامل ازاي يا جماعه، بلاستيك ونوعيته نوعيه حلوه. تمام اهو شايفه ازاي. طيب ده نوع الترتر، هو ده هو ده. طيب دلوقتي ده اول نوع معانا. تاني نوع بقى معانا واهم نوع فيهم الترتر الكبير، وده بقى مستخدم للحاجات بتاعت البيت وخصوصا جلاليب البيت. وفي كمان نفس اللون الخرز ده، هو نفس لون الخرز اللي انا بوريهولك ده. بصوا ده رمادي، ده لونه رمادي اهو او ابيض. استني اوريهولك هنا على الترابيزه اهو، ابيض بس طبعا هيتدلق اهو، ده ابيض. تمام، شايفه لونه عامل ازاي، ده ابيض كده يا جماعه. لحظه واحده هلمه بعدين. ومعانا هنا الترتر ده الكبير. تمام، برده معانا اهو نفس الترتر اهو،
مستخدم ده بقى ايه للقمصان بتاعت البيت، مستخدم لجلاليب البيت، مستخدم كمان لكل العبايات بتاعت البيت. طبعا في كذا اشكال تانية. طيب تعالوا اوريكم الشكل التاني بتاع التبتل ده، هو ده ذهبي تمام، ده الفضي بتاعه. لحظة واحدة بقى عشان اوريك الفضي بتاعه. بصوا بصوا يا جماعة، شايفة؟ وممكن تعملي منه اكسسوارات على فكرة، ممكن تعملي منه اكسسوارات كتير، شايفة ازاي؟ طيب لحظة واحدة بقى هنقفل العلب دي كلها كده واحدة واحدة مع بعضها. ومعانا بردك هنا، لحظة واحدة، ده الترتل الرمادي اللي قلتلك عليه اهو، شايفة فين الكيس الاولاني اهو؟ ده الكيس الذهبي تمام، ده هنا الرمادي بتاعه اهو، الرمادي بتاعه يا جماعة بصوا، شايفة ازاي اهو؟ طبعا مخلوطين في بعض كله. دي اول حاجات لازم تبقى عند اي حد بيعمل سواريه. طبعا في انواع خرز كتير جدا، في انواع خامات تانية كتيرة قوي. طيب ايه بقى المهم يا مريم اللي بعد الخرز وبعد الشغل التزويق ده كله؟ المهم القبات دلوقتي، القبات هي مهمة. طيب الكب ده عشان ارفع الكب بتاعي يبقى لازم عندي، يبقى عندي كب نفسه، الكب بيبقى زي كده طبعا، ده انا حاطه فيه هنا قماشه عشان خاطر اوريهولك، بس بيبقى زي بالشكل ده. تبداي ان انت تركبي فيه قماشه، وعلى حسب ما انت طبعا هتعملي تمام، فستان، على حسب ما انت تعملي ايه. ده نوع من الكبات. طيب الكبات دي لما اجي اشتريها بتكون عامله ازاي؟ اهو بتكون كده، لاما اتنين مع بعض، وتبداي ان انت تقطعي اللي حواليهم ده كله، وتبداي تاخدي الكب ده وتركبيه في فستان الكب بتاعك، وساعتها هيخلي الكب بتاعك فيه اللي هو ايه، مرفوع تلقائي تمام. ده نوع لما بتيجي تشتريهم بتشتريهم اتنين كده. طب لو انا مش هشتريهم عايزه ابص عليهم بس، بيبقوا كده اربعة، هما بيبقوا اربعة، اتنين هنا واتنين هنا، اربعة على حسب بقى ما بيقطع لك قد ايه. في منه الاحمر، في منه الاسود، في منه كل الالوان. لحظة واحدة اوريكي الاحمر بتاعه، ادي الاحمر بتاعه يا جماعة اهو، شايفة ازاي؟ طيب الكلام ده طبعا ده هنا متخيطة مش صح، هنا الخياطة بتاعتها مش صح خالص، بس انا بوريكي الخامة اللي المفروض تبقى مع اي حد عايز يشتغل في السواري. طيب اهم من السواري بقى هي البيت والخروج وكل حاجة، واللي دايما برسمها واللي دايما بتكلم عنها، هي الكلفة. الكلفة يا جماعة، الكلفة اهي، اهي الكلفة. الناس اللي ما شافتهاش وما شافتش الادوات بتاعة التزيين بتاعة الفساتين او الجزائرية، الفساتين الجزائرية وكل التصميمات الجزائرية على فكرة بتبقى من النوعية دي. وبالمناسبة لما تعملي حاجة بالنوعية بتاعة الكلفة دي بتبقى صدقيني حاجة غالية، وبرضك اليدوية بتبقى حاجة غالية، بس دي بتبقى حاجة اغلى لان ديت بتكون فيها رسومات تانية، فاهماني؟ زي ما انت شايفة ده رسمة تمام، وهنا النبيتي رسمة تانية، وهنا عندنا في رسومات تانية كتير. فيارب يكون الفيديو مفيد ليكي. طبعا عشان تنزلي تشتري من اي منطقة، فانا طبعا هقولك على المناطق اللي في مصر عشان تشتري الكلام ده كله بسعر مناسب ليكي، وبمية جنيه بس تقدري تروحي تجيبي كذا حاجة من الحاجات دي، وتجيبي حاجات كتير اوي منهم كمان. هي العتبة، العتبة في الرويعي، العتبة في الرويعي ده في مصر. بالنسبة لمصر هي في العتبة في الرويعي، بالنسبة لكل الدول العربية طبعا اكيد انتوا عارفين المناطق الجملة بتاعتكم، فيستحسن انتوا تشتروا الحاجات دي من مناطق جملة تمام كده. المناطق الجملة هي اللي كويسة. الكيس ده عشان تشتريه من هنا بمية جنيه من اي مكان جنبنا، اما لو انا رحت اشتريته من العتبة اشتريته بخمسين جنيه بس تمام كده. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وعجبتكم. كل سنة وانتم طيبين، يا اجمل جمهور في الدنيا، فيها من اللي مات حياة تعليم.